أشياء لا يصدقها عقل، أثارت دهشة العلماء وحيرة المفكرين وحتى رجال الدين. لكن ما حدث في الأردن لم يكن من الممكن تصديقه أبداً لولا أن وكالات الفضاء الدولية أكدته. فماذا حدث؟ أمور غريبة حدثت في العالم خلال السنوات الماضية، لكن بعضها كان مثيراً للدهشة أكثر من أي شيء آخر. فمثلاً عندما تنهمر الأمطار نتائج مأساوية كبيرة.